تشكا اسمه سنو الموقع ريفتو داي ناد يوسين تقن تطيا المشاكل تاعنا ذاك المركب التجاري مركا المشاكل عدة مشاكل وديج المشروع هذا مقران ذاك تقريبا 1000 محل تجاري ذا 1000 محل تجاري مركان وشا سجن الصغار مخذانيتيث كل محل تجاري تفي خدم ذاك ناني وذان ناني وذان يتسع عيش العاب عن خمسة العائلات مرنو كثير تقيس عملية حسابية تقريبا حتى عشرة في الشخص يقعي يستفد السازقي يقعي يعيشن السازقي المركب التجارية نتنداد المسؤولين غانا ذاك مدينة الحسيمة خصوصا صاحب مشروع المجلس البلدي نتا ودياري وذيني في المركب التجاري درت سنين زقام يقنا ذاني تيق المركب التجارية عما سموسين بخزان عموم نتعيشن ذا التجار داخل المركب التجاري ذا التجار قم ذاكي ذا جس داخل المركب التجاري الأجنحة درت سنين أزرين طو تبلع عن أقر عصا ذا بزاف نتحونا وذا نسمحن وان في الشرن روخا مركا المسؤولين دينت الحوسي ما سمحن كي المشروع بشكل نهائي يقول إفلاس الشين النقابة تجار النقابة ما يسمى النقابة التجار الصغار والحرفيين مركب تجاري شين كنقابة التجار الصغار الحرفيين مركب تجاري ميرادور المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نفصل جمعات العامة التجار من عام 23 زكي واحد سجن وقفة احتجاجية أمام المجلس البلدي نصاصص الإشعار كي البشوية نهار 25 زكي واحد 2015 نتفاجأ إن تمرين راح نرخميس 5 زكي 2 نصاصص الإشعار 5 زكي 2 باش ندير وقفة 5 زكي 2 إن نروح ندير وقفة احتجاجية أمام المجلس البلدي نتفاجأ نوفا ذيني الأجهزة القمعية نتفاجأ وينيد قرار المنع سجيرث قرار المنع نتا نورمالمو 48 ساعة عادي قاعد قرار المنع شي نتفاجأ نتنداد من تلقى المسؤولين مدينة الحسيمة شين نقابة التجار زمان قيمة الصغد خمانايا هو ذي جرمونكا نعم يفديوسا أعلى سلطة ذاك المغرب صاحب الجلالة يتشنان المشروع هو يتشني في التجار خون قارو سبحان تقل الشركة أجنبية الشركات جيجن الشركة والشركة أجنبية ما يسمى بيزورنو هنا نغضيها ويند يجن ديبوت قنديها البوليس وين نغض الأجهزة القمعية تستفزن ذا التجار استفزان الزائرين التجار تاوين ديباناج كسينا نغدا السات موينات قد ديباناجات وين بيزورنو سيكو ميانسن تاوين نغدا عارينا نغوا ماشي مركب تجاري ماشي مشروع ملكي عارين السجن مزبالة يقوال إعمال يقوال إغلاق النهائي ذي النشين نصاصص نجم ملك مطلبي المسؤولين ذا ندين الحسيمة ملك مطلبي ذاك بزاف النقاط ذاك إعادة النظر في دفتر تحملات ذاك تخفيض السومة الكرائية ذاك توفير الحافلة ومحطة فرعية للتاكسيات الكبيرة ذاك وضع حد للتجارة العشوائية داخل المدينة ذاك توفير النظافة داخل الأجنحة وخارج الأجنحة والإنارة أمو خلني غي تجيني عاد روح درت سنين زقامي خانا غشين إذا تجسي المركب التجاري إن ربط الأجنحة لن يعقل ويجي المركب التجاري الحمد لله نزرع أوروبا نزرع المغرب ويجي شي كومبلكس كوميرسيال غاص دروج أمو داني يشين داني تيث ذني ضرورة إعادة تحديد محطة السيارة التاكسيات تلك الفوضى ذاكي روست المركب إعادة النظر في المحلات الشغيرة إن إعفاء التجار من أداء الكراء السابقة إن تمكن التجار من الاستفادة من خدمات وحصص الروج التجاري ذين الترسيم مركب تجاري يخصديري بشكل يومي ذين قيضينا النقطة نيجان قلميف مطلبي نسقى ذي تنقص الاطلاع الى السيد من كل ولي الجهه هو زعما يتمثل صاحب الجلاله ذاك الحسيمه نتا في ماما وديجو خمانايا الى السيد رئيس الجهه وديجو مشي ومشي نروح التجار نقابة ممثلين التجار زائد التجار غنغيج المعارك احتجاجيه وتصعيديه
نتخزى على المسؤولين اللي استغنوا خمانايا تحمل المسؤوليه، جميع المسؤولين ديال مدينه الحسيمه، ديارين خباخ المركب التجاري الافلاسينس شين قادين اني معارك احتجاجيه وتصعيديه تحمل ديك المسؤوليه المسؤولين غانا داك مدينه الحسيمه.